أستاذ غسان مسعود، نحن اليوم متواجدين بآخر يوم تصوير لحضرتك بمسلسل حلاج، نحكي عن شعورك؟ يعني شعوري الحقيقة غير واضح بالنسبة إلي، سوى أني يعني أريد أن أركز في هذه المشاهد لأنها مشاهد حساسة جدا، فأنا أعيش هذه المشاهد الآن. أما شعوري فيكاد لا ينفصل عن شعور الحلاج في مواجهة الظلام. عم بتتابع يا ترى آراء الناس بالنسبة لمسلسل حلاج بما أنه هو عم ينعرض حاليا؟ عم تابع من زمان الحملات الموجهة ضد الحلاج، عم تابعها، لكن وجدت أنه أنا وجدت نفسي غير معني في الرد على هذه الحملات، لأنني أرى أنها حملات فيها الكثير من الجور، فيها الكثير من الارتجال، فيها الكثير من تبني لغة ومواقف وأشياء مسبقة عن الحلاج، أشياء مؤسطرة فيها أساطير أكثر مما فيها حقيقة أو واقعة تاريخية. نحكي عن أهم الأعمال اللي حضرتك مشارك فيها لموسم دراما 2019. يعني في الحلاج العاشق، وفي ترجمان الأشواق، وفي عن الهوى والجوى. هاي الأعمال اللي مشترك فيها هذا رمضان. اليوم كيف بتشوف ابنك المخرج سدير، ويا ترى ممكن يجمعكم عمل انتوا الاثنين؟ ممكن يجمعنا عمل وممكن لا، وكيف بشوف شغله انا برايي انه هو اثبت للناس وليس لي، للوسط الفني والثقافي اثبت لهم انه مخرج موهوب. لاي ثقه قادر انك توقف امام كاميرته اليوم؟ ربما كان عندي ثقه قبل عام كنت اشك، اما اليوم يمكن. إذا بدنا نحكي عن رأيك بكمية ونوعية الأعمال اللي تقدمت لسنة 2019، شو ممكن يكون تعليقك؟ الكم كبير، النوع قليل جدا، قليل جدا النوع، أما الكم فهو كبير. فيها ترى كمان مسلسلات معينة تابعتها هي السنة؟ بصدق إذا قلت لك ما صح لنا، وللأسف أنه نحن برمضان دائما بنكون عم نصور، ليس فقط هذا العام لكن الأعوام التي سبقت نكون أثناء رمضان عم نصور، وأحيانا كنت أنا برمضان خارج البلد أو خارج المنطقة كلها، كنت ببلاد غريبة شوي، بعيدة شوي، كنت عم صور شيء له علاقة بالسينما أو كذا، فمشاهدتي اليوم في رمضان قليلة جدا الحقيقة.